طالبكم طلبة، قولوا تم. إن كان أبوك حي أمك حية فأنا والله أطلبك طلب لله، طلب لله. أن تسأل أبوك اليوم وتقول لأبوي أنت راضي عني ولا لا؟ إن كانت أمك حية تسلم عليها وتقول يا أمه أنت راضي عني ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال رضا الله من رضا الوالدين. أسألك بالله، إن ما قدرت تسأله واستحيت منه ارسل له رسالة، ارسل له رسالة، ترى أبوك اليوم حي. أنا أجزم إن أبوهم الآن ميت ولا أمهم ميتة، والله يتبنى أبوه اليوم موجود حتى يكرمه، يتبنى أمه اليوم موجودة حتى يخرج من هذا المخيم لكي يسلم عليها ويقبل رأسها ويديها ويضمها ويشم رائحتها. إني والله على يقين أن بعض اليوم وإن كان عمره في 70 يتمنى أن أمه موجودة، والله لو كان في 80 يتمنى أمه موجودة، يتمنى أن يخرج من هذا المخيم وهذا المكان، يتمنى أن يجد عملا صالحا يقدمه. فأنت يا من أنعم الله عليك بوجود والديك اتق الله تقطعهم من أجل الدنيا، اتق الله أن تقطعهم من أجل الدنيا، اتق الله، اصبر. والله لو آذوك، والله لو فعلوا بك أحسن إليهم، أنفق عليهم، ابذل لهم، تصدق عنهم، اعمل صالحا لوالديك وإن كانوا أمواتا فإياك والله. فالبر بعد الوفاة أعظم، أيضا البر للوالدين أعظم. فوالله والدك إن كان حي وأنت في خير ابن له مسجد، تخيل فرحة والدك يوم يشوف هذا المسجد أو هذا البئر أو هذه الكفالة أو هذا العمل الصالح. فوالله لن يفعلها إنسان يحسن لوالده بالصدقات وهو يقصر في حقه، مستحيل. وتذكر أنت ومالك لأبيك، وتذكر أن والدك لاقى من الصعاب ما لا يعلمها إلا الله.